وفق قانون رقم 8 لسنه 1969 الخاص بالاحتياطات الصحيه للوقايه من الامراض الساريه، لا يجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب باحد الامراض الساريه، واذا توفى المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم، وهذا وفق الماده 8. وانصحكم بالمعقمات دائما لحمايتكم، وانصحكم بالكمام والقفاز عند مخالطه مصاب او ان تكون مصابا، والله خير حافظه.